اللي عايز اوصله لحضراتكم ان اللي منتظر تطوير المنتخب المصري خلال الاشهر القادمه اعتقد هيبقى صعب جدا، صعب على الكابتن ايهاب جلال، صعب على اي مدير فني هيمسك المنتخب، لان ما عندناش اهتمام اصلا بالقاعده، وده دايما اللي بنتكلم عليه. عايزين تعملوا، عايزين نعمل حاجه كويسه لازم من دلوقتي. بتتكلم على جيل 2003، جيل 2001، ولما اتكلم على جيل 2003 ده ولد عنده 19 سنه، يعني كمان كبير. تخيل 19 سنة ولسه بنتفرج على المنتخب الأسباني، على جافي عنده 17-18 سنة وبيلعب أكتر من 30-40 مباراة دولية، ودلوقتي نجم من نجوم المنتخب الأول الأسباني. منتخب إيطاليا امبارح بيلعب ولد عنده 18 سنة لأول مرة بيلعب مع الفريق الإيطالي وبيعمل أداء أكتر من رائع أمام المنتخب الألماني. ويلفريد نيوتن ده لاعب زيوريخ كان بيلعب في اليوفنتوس وراح زيوريخ، لاعب عنده 18 سنه بيلعب اساسي او نزل بديل مع المنتخب الايطالي، بيلعب في الانتر، في الانتر عنده 18 سنه بيعمل شكل اكتر من رائع على المستوى الهجومي. طب هو امتى نلاقي خمس ست لعيبه عندهم 17-18 سنه بيلعبوا مع منتخب مصر؟ مش هنشوف الكلام ده قريب. لازم نبص لتحت شويه، لازم الاهتمام يكون اكبر شويه بالقاعده. طول ما احنا بنبص واحنا بنتكلم علينا كلنا، ما بتكلمش بس على المسؤولين، بتكلم على السوشيال ميديا، بتكلم على الجماهير، بتكلم على النقاد، كل الناس بتبص على رأس المنظومة هي المنتخب الأول. أنت مش هتقدر تصلح في المنتخب الأول، مش هتقدر تطور المنتخب الأول على المستوى الأداء. الأداء فيما يعني هو ده إمكانيات، مش هقول إمكانيات اللعيبة عشان الناس بتزعل مني، لكن هو ده الريتم اللي متعود عليه، الريتم البطيء شوية متاخد، مع احترامي، متاخد من الدوري المصري. اللي يتفرج على الدوري المصري نفس الأداء البطيء شوية، فاللعيبة اتعودت على هذا الريتم. الريتم مع المنتخبات التانية عشان فيها أكتر من لعيب محترف، هو خلاص واخد على الريتم السريع والكرة وبيطور نفسه بشكل أسرع شوية. مش هنلوم على اللعيبة، لأن اللعيبة كمان يعني مباريات متتالية، عدم انتظام مسابقة الدوري، ثلاث مواسم ملتحمة، عندك بطولات كتيرة وتحديات كتيرة، فبتيجي على الجانب البدني، وبالتالي عشان تلوم حد مش هتقدر تمسك حاجة. لكن عايز أقول لحضراتكم، ودايما بحط السبوت وبحط النور، اللي متخيل أن التطور على مستوى الأداء في المنتخب المصري من احنا نلعب الكرة الجميلة، كرة كابتن حسن شحاتة أو كرة 98، أو نقارن نفسنا بالمنتخبات الأوروبية اللي بتلعب الكورة السريعة الممتعة اللي فيها ضغط عالي وفيها استحواذ وفيها أهداف وفيها وفيها وفيها، صعب جدا في المرحلة اللي جاية. كابتن إيهاب جلال كل التقدير ليه، تحت ضغط كبير جدا من ساعة ما بدأ المبادرة، لكن تاني بنبه حضراتكم إن شاء الله بإذن الله إحنا بنتوسل خير في الكورة المصرية، لأن إحنا عندنا ومصر تستحق الأفضل. نهتم من دلوقتي بمنتخب 2003 و2001، منتخب الشباب والمنتخب الأولمبي، هو ده المستقبل اللي جاي، نهتم بيهم، نركز عليهم، نديهم مباريات. أتمنى من الكابتن إيهاب جلال من دلوقتي يبدأ ياخد بعض العناصر ديت وتعيش مع المنتخب الأول، يروح بيها يلعب مباريات، ينزل لعيب عنده 18 سنة يشارك في مباريات، ياخد وما يبقاش الحساب بالقطعة، لا أصل الكابتن إيهاب أدى وحش، أصل الكابتن إيهاب اتغلب. الكلام ده يا جماعة ما بقاش في الكورة، ما بقاش في الكورة الحديثة. ندي للراجل مساحته، لازم يكون عندنا قاعدة من اللعيبة أكبر من كده بكتير. قطاع الناشئين لازم يشتغل بشكل أفضل في جميع المستويات عشان تبدأ تفرغ لعيبة مميزة للفرق الدوري المصري، وبالتالي للمنتخب الوطني بمراحله الكبيرة. لازم نطور من أداء مدربنا عشان المدرب اللي بيمرن قطاع الناشئين يفرز ولد عنده قدرات مؤهلة بشكل علمي انه يمثل بلده على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. كل اللي بقوله لحضراتكم ده اتمنى ان شاء الله خلال السنين الجاية انه يتحقق، وعندنا الامكانيات، عندنا القدرات، بس عايزين نشتغل اكتر، نفسنا نشتغل اكتر. مصر على المستوى القاري تستحق الافضل، عشان ان شاء الله باذن الله لو مشينا بخط وبخطوط ثابتة في هذه المستويات هنلاقي بلدنا، نفسنا يكون عندنا اكتر من 15-16 لعيب محترف. يا جماعه غينيا، وبنروح مش عارف غينيا الاستوائيه والكونغو، وفيهم اكتر من 17-18 محترف بيلعبوا في اوروبا، مش لازم يلعبوا في الهاي ليفل. النهارده امبارح او اول امبارح كان في ناس بتلعب في الهاي ليفل والليفل المتوسط، الدوري الفرنسي، البلجيكي، الهولندي، الالماني. احنا ما عندناش يعني يتعدوا على صوابع الايد.
ما ينفعش يكون ده منتخب مصر عنده 5 6 لعيبه محترفين، منهم 3 و4 في الهاي ليفل والباقي مستويات، وخلاص احنا بنتكلم في 5 6 لعيبه محترفه. مصر لازم يكون عندها 35 40 50 لعيب محترف بيلعبوا، يجي المدير الفني يختار من اللعيبه ديت ويختار من الدوري المصري اللي عنده قدره انه يفرز لعيبه على المستوى الدولي. لازم يكون عندنا منتخبات، منتخب شباب قوي، منتخب اولمبي ان شاء الله يوصل الاولمبياد ويحقق نتيجه هناك، ولو ما حققش نتيجه هناك هات العناصر المميزه تخش المنتخب الاول على طول. هو الفايده من المنتخبات الشباب انها تاخد بطوله العالم للشباب بس، ده لو حتى وصلنا للنهائي او المنتخب الاولمبي يروح ياخد لو قادر تاخد ده تمام، لكن لو مش قادر لازم يكون عندك استراتيجي انك بتنقي من منتخب الشباب 3 4، منتخب الاولمبي 5 6، الدوري المصري 12 13 محترفين، عندك 25 لعيب، عندك قوام 50 لعيب على مستوى عالي جدا، تقدر نتفرج خلالها على تطوير الكره المصريه ونتفرج على منتخب مصر بيصعد كل 4 سنين لكاس العالم وكمان ينافس على كاس افريقيا. اللي بقوله ده مش عايز حد يزعل مني صدقني، ولا بلوم على اي حد في المنظومه، انا دايما بحط السبوت وبحط الحاجات اللي انا شفتها والحاجات اللي انا درستها والحاجات اللي انا عشتها. انا عشت الكلام ده، انا شفت ميروسلاف كلوزا الهداف التاريخي لكاس العالم عبر تاريخ، شفت هو جاي من الدرجه الثانيه وازاي بيطور نفسه بقى من درجة تانية، اللي بيلعب في كازازلاوتن لهداف الدوري الألماني، اللي بيلعب بايرن ميونخ بيروح الدوري بيروح المنتخب الألماني بيبقى أفضل لاعب تاريخي، الهداف التاريخي لكأس العالم في 5 6 سنين يا جماعة. تطور رهيب في أداء اللاعب. هو دوت هو ده مش بني آدم؟ لا بني آدم، بس في ناس بتشتغل عليه، في ناس بتشتغل بشكل احترافي عليه. احنا عندنا لعيبة مميزة كتير، ولكن مش هتكلم على الدوري المصري الممتاز. تعال نبص تحت القطاعات الناشئين ايه اللي بيحصل فيها. هل بتفرز لعيبه مميزه للفريق الاول؟ ما بتفرزش. ليه؟ لان في تحت شغل مش احترافي.